الآن في مرحلة تحليل المعلومات المحصل عليها من خلال اجتماع العصف الذهني الذي قمنا به في المرحلة السابقة. أهم نقطة في عملية التحليل الآن يجب أن نركز عليها وننتبه إليها. دائما عملية تحليل المعلومات مبنية على المبادئ التالية. أول مبدأ هو تجميع البطاقات. تجميع دائما راح سنقوم بعملية جمع البطاقات مع بعضها البعض، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية حساب عدد البطاقات بعد انتهاء من أي مرحلة تجميع. النقطة الثالثة هي صياغة مضمون البطاقات في عبارة أو جملة أو فكرة واحدة. هذا المبادئ العامة التي سنتعامل بها بالتحليلات. أول تحليل سنبدأ به الآن هو مرحلة تحليل ما يسمى بالتحليل المباشر. هنا سنتعامل مع كل لون بشكل مستقل، يعني نأخذ بعين الاعتبار اللون بشكل مستقل، فنأخذ اللون الأزرق مع اللون الأزرق، نأخذ اللون الأصفر مع اللون الأصفر، اللون البرتقالي مع البرتقالي، الأخضر مع الأخضر، والبنفسجي مع البنفسجي، والوردي مع الوردي. لماذا؟ هو اللون يحمل معنى. الأصفر في الأول كان عبارة عن مشاكل، في المرحلة الثانية سميناه نقاط ضعف. الأخضر سميناه حلول، سميناه إدارة مخاطر. الأزرق مثلا كان عبارة عن دعائم، كان عبارة عن أعمدة يجب أن نركز عليها. الأخضر البرتقالي كان عبارة عن عقبات، ثم كان عبارة عن مخاطر يمكن تواجهنا. فتحمل كل لون سواء في المرحلة الحالية أو المرحلة المستهدفة يحمل نفس المعنى بشكل مباشر، لذلك نجمع الألوان مع بعضها البعض في التحليل المباشر. هذه الفكرة الأولى. فلدينا 6 أنواع من الألوان، يعني 6 بطاقات الحالية والمستقبلية نجمعهم مع بعضهم البعض ويعطونا الأزرق. الحالية والمستقبلية في اللون الأصفر مع بعضهم البعض. البرتقالية أيضا حالية مستقبلية مع بعضهم البعض. ثم نبدأ بالطريقة التالية، نقوم بعملية خلط البطاقات الحالية والمستهدفة دون إعطاء معنى لهل البطاقة هذه حالية أو مستهدفة. ندمج البطاقات مع بعضها البعض، نخلطها بشكل تلقائي، ثم نبدأ نقرأ البطاقات. نبدأ في توزيع البطاقات. قلنا أول مبدأ هو عملية تجميع البطاقات. كيف نجمع البطاقات؟ البطاقات التي تحمل نفس المعاني نضعها مع بعضها البعض، كل مجموعة نضعها مع بعضها البعض. نفترض الآن لدينا مثلا في اللون الأصفر 6 بطاقات مشاكل، 6 بطاقات نقاط ضعف، الفريق 8 أشخاص مكونة، فلدينا 6 بطاقات في 8 48 بطاقة في المرحلة الآنية، ولدينا 48 بطاقة في المرحلة المستقبلية، المجموع 96 بطاقة. لما نقرأ كامل البطاقات نبدأ في توزيعها، ممكن تكون لي 5 مجموعات، ممكن تكون لي 7 مجموعات، ممكن تكون لي 10 مجموعات من اللون الأصفر. في كل مجموعة تتحدث على فكرة واحدة، في كل مجموعة لدينا مجموع من البطاقات. نحول البطاقات ولا الأفكار الموجودة في كامل المجموعة، في كامل الكتلة، مثلا لدينا 15 بطاقة تتحدث على موضوع المال، فنحول المفاهيم التي تحدث عليها الفريق في موضوع المال في عبارة جامعة واحدة. مثلا نجد أن الفريق يقول تعاني المؤسسة من مشكل عدم توفر السيولة المالية، فنصيغها مثلا في عدم توفر السيولة المالية داخل المؤسسة، ونكتب أمام هذا العبارة رقم 15، لأن قلنا المبدأ الذي نعتمد عليه الثاني بعد التجميع هو عملية كتابة عدد البطاقات. فيصير لدينا عدد من البطاقات في المرحلة هذه الصفراء، المجموعة الأولى، المجموعة الثانية من الأفكار، المجموعة الثالثة. ودائما نشتغل بمفهوم مهم جدا، أنه الأفضل أن تكون نخدم بمبدأ 7 زائد أو ناقص 2، يعني لا تقل عدد البطاقات على 5 أفكار أو 5 مجموعات رئيسية، ولا تزيد على 9 مجموعات رئيسية حتى نستطيع أن نركز فيها بشكل أفضل. فقمنا بتوزيع البطاقات، جمعناهم في كتل متفرقة. هذه الكتل المتفرقة كل كتلة عندها عدد معين، كل عدد معين لديه معنى. وهذا البطاقات قمنا بها بالأصفر، نذهب إلى الأخضر، نذهب إلى الأزرق، نذهب إلى البرتقالي، نذهب إلى البنفسجي، ونذهب إلى الوردي، ونقوم بنفس الطريقة. دائما نخلط البطاقات، نقرأها، نضع البطاقات المتشابهة مع بعضها البعض. هذه المرحلة هي تسمى مرحلة معرفة ما هي المؤشرات، ما هي المؤشرات التي يمكن أن نعرف بها وضعيتنا الحالية، وما هي المؤشرات التي يمكن نوازن بها الخطة في المستقبل. فهذه المرحلة تسمى مرحلة جمع المعلومات في المرحلة المباشرة أو التحليل المباشر لجمع المعلومات.